7, 3, 1, 2. ¡Listo! 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 طيب سوبر انا حاسس ان الموضوع كتير سهل فتوني قرر يرفع مستوى التحدي سوبر فاميلي سوبر فاميلي بالمطبخ سوبرز عم حضر اطيب صحن تبوله هيدي البصل للتبوله ايه للتبوله مش للشعر شو سقيم مش للشعر شوف السؤال سوبرز صباح الخير شو الشعر هيدي البصله لا هيدي البصله سوبرز انا صار من حمام بالشامبو على بصل حبيته ولا ما حبيته لا بلا حبيته توني بعقل اخر اختراعات كيكي سوبرز شامبو على بصل نحن بنتحمم بالشامبو على بصل روايف سألي هلا انا رايح افرجيكم يا سوبرز روق شوي ليش محمسة ليش محمسة هيدا الشامبو وهيدا الكونديشنر وهيدا الزيت البراند هي ماما ايرث من مجموعة البصل هلا بس نسمع بصل اكيد دغري انتو فكرتوا ليكي هو بعقل بس لو ما ريحته هو كان رائع ما في ريحه وعد فكروا انه فيه ريحه بصل بالعقل بالعكس ريحته كتير حلوه ونوعه ما فيه ريحه بصل ابدا اصلا البصل كتير مفيد للشعر يعني من زمان كانوا يعصروا البصل بلش اختصاصيه التغذيه تخبرنا اخبار كانوا يعصروا البصل ويحطوا ميه البصل على الشعر قد ما البصل بيحتوي على مضادات للاكسده مثل الفيتامين اي مثلا كتير بيساعد على انه الشعر ما بقى يتساقط وبيحتوي كمان على المعادن البوتاسيوم كتير مبسوطه انا البوتاسيوم والكبريت هول المعدنين كتير مفيدين للشعر مفيدين لفروة الراس يعني إذا أكلناهم مفيدين لفروة الراس ولا؟ إيه إذا أكلناهم بس أكتر بيكونوا مفيدين إذا تحممنا فيه أوه لما اكتشفتهم قلت بدي جيبهم بدي خلي الكل يتحمم فيه سوبرز أنا بس جربت أول شيء عشان كمان كتير تفاجأت بيعمل رغوة كتير أنا أشرب لك على شعري وين بدك تجربي لي على شعري؟ بفضل الشعر بدي افرجيكم كيف بيعمل رغوة حكي لي على ايدك كيف بيعمل رغوة ليكو سوبرز كيف بيعمل رغوة طلعوا اتركي كيكي ليكو شو بيعمل رغوة ليك شو هيدي سوبرز بلا مي بلا شي بلا شي وليكو الرغوة على ايد توني طب حبيبي ايه وبعدين حاسك عم بتحمميني حاسك انه عم بتحمميني صرتي شوفوا سوبرز بلا مي بلا شي ليكو قد بيعمل رغوة بدي اقولكم كمان انه معمول من مواد طبيعية يعني ما فيه مواد كيماوية ابدا حاصلين على شهادة البيتا وكل منتجات ماما ايرث معمولة عليهم اختبارات جلدية وكتير امنين على فروة الراس طيب حبيبي اوكي سوبرز اذا انبسطتوا بكل هالمعلومات اللي عم تشوفكم اياها كيكي اوكي انزلوا على صندوق الوصف في رابط سوبرز تعرفوا اكثر على ماما ايرث شوفوا اذا حابين انتم كمان تجربوا هالبرودكتس لانه كثير حلوين بشهاده كيكي وماما ايرث كمان خصونا ببرومو كود لنا نحن لكل سوبر بده يشتري البرودكت SUP20 sub 20 هيدا الكود تبعنا نحن اذا دخلتوه سوبرز بيطلع لكم 20% كمان من المنتجات اللي رح تشتروها انا هلا بدي فوت غسيل وكيكي بدك تجهزي حالك لانه اليوم عندنا تحدي سمعت انا شيء عندنا تحدي اليوم رائع كثير قوي حسيت اوكي فانا فايت غسيل سوبرز وراجعين يلا سوبرز سوبرز اليوم اللي رح يصير عندنا بجنينتنا تحدي مجنون تحدي تكسير وتصحيح بس قبل ما نبدا بالتحدي لا خلاص قبل ما نبدا بالتحدي في مفاجأة اليوم صارت في منزل سوبر فاميلي دائما المفاجآت ايه 100% سوبرز التحدي اليوم ما رح يكون بس بين توني وكيكي وجيسي وماريكا انما سوف يكون كمان مع خي كيكي الصغير وميليسا تفضلوا كيكي الصغير يعني كيكي
سوبرز خلينا نركز على شغله صغير بالعمر مش صغير بالحجم. اوكي لا في شو لسه كمان وصل لعنا امبارح بالليل سوبرز وراح يكون في كتير تحديات مع بعض. اليوم في تحدي، بكره كمان على القناه في تحدي، بعد بكره في تحدي بلوكيد ورا بعض ورا بعض ورا بعض. كثير بدنا نتسلجين يغيروا جو وكلنا لابسين سوبر فاميلي. بالتحدي اليوم بلا طول تصيري سوبرز راح يكون عباره عن شد الحبل. ليك فادي ليك فادي اوكي سوبرز ايه فادي يلا شد الحبل يا فادي تقيل الحبل ايه جبنا حبل ورح نفرش هون ارضيه جي سي برو الارضيه الزرقاء وين اوكي سوبرز بدنا نفرش هون ارضيه وبدنا نتقسم لفرق ونقعد نلعب مع بعضنا شد الحبل جاهز يا فادي انا بلشت اصلا لحظه خلينا نتفق على شغله بالفلوكس احنا بنتساعد حسيت عم تتفرج روح ساعد خيك تفضلي واقف انه ايه شو بتخبرونا كنت بلش اقولوا سوبرز يلا هيدي الارضيه بلشت تنفرش سوري لونين ازرق او احمر احمر اوه الاحمر يلا حتى على الاحمر حتى على الاحمر اوكي كيكي استحيت حسيت لازم تساعد انا ايه عاده ما بتعمل واو نايس 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 جميله جميله اوكي لارجع لورا سوبرز لفرجيكم اكثر انا اخذ المقاسات مزبوط مفروض تعبي على الاخر في طول وعرض ايه حبيبي اكيد فيها طول وعرض لكن حطينا لا لا مزبوطه مزبوطه حبيبي انت خليك ابقى خلي انا عقيساتي حساباتي بالظبط لا يا حياه قلبي ظابطه كثير منيح كل ثقه لك كان حطينا بالقلب طيب من بعد ما وزعنا كل التقاليات هلا جي سي بدنا نحط لاين بالميدل على القد وايت كرمال ولا تيم يقطع اللاين اوكي لحظه شو الاخبار اللي انا سمعتها بغيابه بالبيت كيكي سمعت الخبريه اللي انا سمعتها بغيابنا انا ديدي خبرني شفت سوبرز غبنا عن البيت ماشي يعني غبنا عن البيت انا وكيكي يوم رحنا شوي على الموت فتحوا كاميرا صوروا فلوج استاذه مالكا طبخت روح مش مبين وجهي انا معصب بدي اشوف وجهي لبناني طبخه لبناني مالكا الايطاليه طبخت اكل لبناني لحماتها ورجينا ايامتها وانا ما دقت سوبرز تشوفوا الفلوج عملوا فلوج كثير مهضوم بغيابنا لتشوفوا الفلوج رح احط لكم اياه بصندوق الوصف لما بتخلصوا هيدا الفيديو تخلوا عند جي سي وماريكا احضروا الفلوج شوفوا ماريكا شو عملت شوفوا اذا حماتي وحماتها حبت الاكل ولا لا وما تنسوا تشتركوا عندهم بالقناه كمان لا اختي يلا روح اوكي بدنا ننزل سوا ناا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 
انتبه. اوكي برافو برافو برافو. توني توني قبل ما نبدا ولا اي تحدي، في تحدي بيني وبينك وحدنا. راس براس راس براس بدنا نشد الحبل. اوكي بس وعدت فادي بتعامل مره معه. اوكي اوكي مره مع فادي. فادي بلش مع فادي بس من بعد انا وياك وحدنا. يعني انا من هالميلي وانت من هالميلي بدنا نشد. ايه بس انت من هالميلي ليه تقوع بالبول 100%. اوكي يلا يلا يا بابا يلا يا فادي بدك تشد لا تاخذني انا لعندك وانا بدي اشد اجيبك لهون. اوكي يلا شد اوعى توقع. شد شد يا بطل شد اوعى اوعى فادي شد اوعى يلا يا فادي شو ايه يلا بالايدين فادي بابا بالايدين بابي بالايدين يا دادي بالايدين يا فادي بالايدين يا فادي فادي البطل فادي البطل انت يا بطل انا اللي واقف ورا الكاميرا انا جي سي اذا بتريد تفضل جهز حالك ايه بدك اياه بدك انا معك يلا كيف برمل شويه اشوف حالي منيحه معلم كريس يلا يلا اكتبوها على البوزيشن حبس حبي بعد حبي بعد حتى بعد وراه شعورك انت وبالعرض وقفي وقفي كيكي وقفي يلا يلا ما رحش ما رحش اوه الموس يا ويلي حلوة رورو ريك شوفي وراك ليك شوفي وراك ما في فيك اوه ليك شو
بمرحلة من المراحل شديتك. بمرحلة من المراحل غدرتيني. اوكي يلا جيسي. اوكي هلا التحدي. هلا التحدي ما بين سوبر فاميلي كيكي. التحدي. مارفل. اوكي. اوكي تفركشت باللاين الميدل. بابا شو يا بابا؟ مارفل كان نايم لانه تعبان امبارح كان كثير مريض. شو يا بابي؟ حبيبي انت بعده دافي شوي. ايه عنده حرارة. انا نازل يلعب يعني لو شو ما بو بس يشوف شو لعبة مارفل. شو يا مارفل؟ تحدي ليك 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 يا حبيبي. انا مارفل ده. جيسي عم يرجع يظبط الارضية هو وماريكا. ليك ليك مارفل يلا مارفل. ليك فادي ليك فادي ومارفل. يلا. مارفل. دادي قول هاي سوبرز. هاي سوبرز. انا مريض. مريض. كتير. بس انا كتير قوي قوي. طيب سوبرز كنت عاملكم اللي رح يصير هلا رح يكون تحدي ما بين سوبر فاميلي وما بين جي سي فلوجز. جي سي فلوجز. جي سي فلوجز. شو هيدي رقصة عبرية؟ شو رقصة جي سي فلوجز هيدي؟ ماريكا did you accept this؟ Why not؟ Why not؟ جي سي فلوجز. هيدي فلوجز خلاص. طيب خلص كيكي عم بتمرن ورا عم تتحرك عم بحفظها. كيكي من هالميلة يلا. انت معي ولا ضدك؟ يلا جاهزة؟ جاهزة. يلا حكم. يا كيكي اخذوك بسيني انا بعد بقول جي سي فلوكس ما انت ما شديتي كيكي بدي يكون في انا وياكي سينك ما صار في سينكرونايزيشن هني شدوك انا عم بفرج عليك ما عم بتروح ما انت ما المفروض تتفرجي انت المفروض تكوني شايله معي وزن هي اللعبه 2-2 كيكي انت كنت مثل مشاهد بس لحظه بس وقف سوبر سوبر لحظه وعم بتلومني عم بتلومين شدوك انا ما عرف ما شديت ما هالمشكله مش كنت انت بدك كيكي شو حكم واحد واحد يلا اجين اخر وحده راوند 3 بيربح يلا اوكي بس بدك تبلش من هيك جاهزه راوند 3 2 1 سيكو جيسي وماريكا تم اقصاؤهم جيسي وماريكا you're disqualified طب نحن شخصنا اذا قلبنا we fell man you fell and you continue to do يعني شوف لاي درجه نحن يعني قلبنا وبعدنا عم نلعب كيف تعملنا disqualification لا ما لي قلب خسروا لا كيكي ما خسر لا ما لي قلب خسروا تعادل اوكي هيك احلى خلص اوكي تعادل سوبر فاميلي سوبر فاميلي بليز بلا الرقصه بليز بلا الرقصه طيب سوبرز من بعد ما فرمنا جي سي وماريكا من بعد ما فرمناهم هلا مين شو مالي السيا لمشوا هلا كان انا عندي تقسيمه براسي بس ما بعتقد رح كيكي توافق عليها ما رح تزبط انا كنت عم اقول انه ما هي مش منطقيه ما في يعني ما في عدل ما في مساواه شو هي؟ انه نحن عم ثلاث شباب ضد ثلاث بنات بس انتم كثير ضعاف رح تكونوا انا ما رح العب ضد ثلاث شباب ضد ثلاث بنات لا يا كيكي بتكونوا كثير يعني ما رح يكون في اكل الا المساواه يا كيكي الا المساواه طالما حكيت بالمساواه ثلاث يا الله يا كيكي انا ما كنت حابب العبها ابدا هي انت هيك بديك بعرفك شو عم تعمل انت بدك تلعب ثلاث شباب ضد ثلاث بنات انا هيك بدي طيب يلا بس كرمال كيكي خلص يلا كيكي كرمال كيكي رح نلعب هلا ثلاث شباب ضد ثلاث بنات يلا تفضل على مراكزكم جايز تعالوا نعمل خطه تعالوا نعمل خطه قربوا نعمل خطه
ما تشدوا كثير حرام. ايه اعملوا حالكم عم بتشدوا. اعملوا حالكم عم بتشدوا. عم نقرب بالارض وهيك. ايه وعم بقول انك قاعد بتسمع كثير حالك. كرمال كيكي بس كذا. ايه يلا اوكي. 3-2-1 لا يلا طيب سوبرز انا حاسس ان الموضوع كتير سهل فتوني قرر يرفع مستوى التحدي مجنون مجنون واللي رح يصير هلا انه رح نلعب شد الحبل انما الله يستر ارضيه رح نكب عليها مي وصابون لا 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 شو صباح لا لا شو اوريدي عم مي وصابون وبنلعب هلا شد الحبل مان اوريدي عم نزحي بدنا نتكلم رح يربح شو حكم يعني اكيد البنات كله رح يكونوا نايمين عم يعملوا بدنا نتكسر بدك تنسحبي بننسحب بدنا لا انا ما بنسحب لا انسحبي خلص لكن كيكي قررت انه ما رح تلعب ابدا اوكي لكن وافقتي وافقت عندي اسلوب معك سوبرز مش معقول حافظها عن الغايب يعني عندي اسلوب معك خليها تفهمي عليك باي ذا واي اوكي يلا نبريش المي كيكي اذا بتريدي فوت جيبي لنا صابون يلا يلا اول ضحيه واو ليك ليك كيف عم يمدوا الصابون باجريهم بس اوعى تصحتوا يا جماعه تبوا شوي 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 انا بنسحب توني نحن هلا بدي اعرف مين ربح نحن لك لك انت تسالي انت ودماري كسرتوا عنا يعني و طرتوا لعنا توني انتوا اللي ربحتوا احنا اللي خسرنا احنا خسرنا اخذته سيني سيني اخذته ما انا هي هياني هي انا خلصت بديكم انه بكره حيكون في تحدي كتير كتير مجنون رح يتم هونيك سوبرز هونيك في شيء رح يركب عالي يعني شيء بكره رح يكون كتير مجنون يعني على القناه اذا ما خسرنا اليوم بكره التكسير 100% اكيد بكره احضروا التكسير اذا بعد مش مشتركين بالقناه بس اشتركوا بالقناه فعلوا الجرس انتظروا فيديو بكره وشوفوا فيديوهاتنا الباقيه على القناه بنحبكم كتير بوزات كتير باي